إنه يوم الصمت الانتخابي لثالث انتخابات في تونس منذ 25 من يوليو 2021، حيث سيتوجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء في 2155 دائرة انتخابية. منذ صدور أمر دعوة الناخبين عدد 588 لسنة 2023 والمؤرخ في 21 سبتمبر 2023 ومصادقة مجلس الهيئة على الرزنامة الانتخابية يوم 22 سبتمبر 2023، كان أمام الهيئة 3 أشهر فقط لتنظيم انتخابات محلية هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد وتوفير كل أسباب النجاح لها، حيث حرصت الهيئة على العمل على جميع المحاور والمستويات لتأمين وتجهيز المواد الانتخابية وتوظيبها بالتنسيق مع المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية. وتهدف الانتخابات المحلية إلى تشكيل المجالس الجهوية والتي بدورها ستكون نواة لتركيز المجلس الأعلى للجهات والأقاليم الذي يمثل الغرفة التشريعية الثانية بجانب البرلمان. المجلس الثاني مهم للغاية لأنه يستكمل المشروع السياسي للرئيس قيس سعيد من ناحية، ومن ناحية ثانية سيوضح مهام الغرفتين بطبيعة الحال في انتظار النص القانوني، لكن من هنا فصاعدا سيكون ثمة تقاسم أدوار بين الغرفة الأولى والثانية والبلديات في نهاية المطاف. وينص دستور 2022 على أن النظام التشريعي في تونس يرتكز إلى غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب والمجلس الأعلى للجهات والأقاليم، نظام يهدف بحسب الرئيس قيس سعيد إلى إقامة توازن في التشريعات وإشراك أكبر لمختلف الأقاليم والمحافظات التونسية. خطوة أولى نحو تثبيت مجلس الجهات والأقاليم تبدأ مع فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية، انتخابات يأمل التونسيون أن تكون مقدمة لحلول فعلية لإشكالات أهمها اقتصادية واجتماعية. سيف الدين العامري، سكاي نيوز عربية، تونس.